السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الإقبال زايد عشان ال عشان كوز. النهاردة إن شاء الله هيبقى آخر محاضرة، المحاضرة الجاية هنناقش بقى الجزء العملي يوم الثلاثة الجاي إن شاء الله اللي هي البروجكت، هنناقش هناك في ال ممكن نخلينا هنا عشان الزحمة يعني المشاريع اللي أنتم مقدمينها، بحيث إن يبقى فيه التقييم، واتفقنا إن المشروع ده عليه 20 درجة. اتفقنا وانت جاي تقدم المشروع بيبقى في ورقه كده في الاول اسم اسماء الناس المشتركين واسم في اسم المشروع، بعد كده في شرح ورا ديسكريبشن المشروع بيعمل ايه، بعد كده صور للهاردوير اللي انت حاطه، وبعد كده السيميوليشن بتاع البروتوس، وبعد كده الكود اللي سيادتك كتبته عشان تطلع البروجكت ده. واتفقنا ان دي عليها 20 درجه ودول منهم 10 درجات اوفر على الاعمال السنه ككل يعني. هو بس النهارده قبل ما ابدا فراوس، هو ناس كتيرة كانت بتتكلم على السكند اوردر والكلام ده كله، هو السكند اوردر مفيش فيه اي تفاصيل زيادة غير انك سيادتك بتحصل على ترانسفير فانكشن اللي هي واتيفر الباست، المقام بتاعي اس تربيع زائد 2 اكزيتا اوميجا ان اس، الكلام ده زائد اوميجا ان سكوير، ومن هنا بستخلص الاكزيتا والاوميجا ان، وبناء على القيمتين دول كل حاجة بتيجي، لان الماكسيمم اوفر شوتنج هي دالة في الاكزيتا، البيك تايم داله في الاكزيتا والاوميجا ان، السيتلينج تايم، الرايزنج تايم، كل دول داله في الاكزيتا والاوميجا ان، بالتالي انت لو حصلت عليهم هذا قلت لك المسائل على دي بتيجي حاجه من اثنين، يا اما تيجي مباشره اقول لك ان الترانسفير فانكشن بتساوي مثلا 10 على اس تربيع زائد 2 اس زائد 25 مثلا، في الحاله دي الاكزيتا بكام والاوميجا ان بكام، فانا بقارن الستاندرد الدومينيريتور، بقارن المقام الاساسي هو المفروض اس تربيع زائد 2 اكزيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. طيب لما اقارن دي بدي يبقى الاوميجا ان سكوير ب 25 يبقى الاوميجا ان ب 5، ويبقى 2 اكزيتا اوميجا ان ب 2. طيب الاثنين راحت مع الاثنين والاوميجا ان ب 5 يبقى الاكزيتا ب 2 من 10. وطالما الاكزيتا اقل من 1 يبقى السيستم اندر دامبد، ممكن بقى عندي الاكزيتا والاوميجا ان هات دي ودي ودي ودي. ودي. ممكن يختلف تاني بدل ما تيجي مباشره بالشكل ده ان انا اجيب لك الجي واجيب لك الاتش واقول لك ان ده نيجاتيف يونيتي فيدباك. طيب انت بتشتغل على الجي والاتش ولا على مقام الترانسفير فانكشن؟ خلاص يبقى انا اروح اجيب مقام الترانسفير فانكشن اللي هي جي على 1 زائد جي اتش لو فرضنا ان هي نيجاتيف فيدباك. اما تيجي تخلص دي في الاخر هتلاقي معادله تربيعيه، ما احنا بندرس السكند اوردر، فالمعادله التربيعيه دي لما تيجي تحللها هات بقى الاكزيتا والاوميجا ان واشتغل. او الشكل الثالث اللي ممكن يجي ان انا اجيب لك سيستم دي جي ودي الاتش مثلا، واجيب لك التايم ريسبونس بتاعه. والله السيستم ده لما جينا نرسمه طلع ده، بس دي مثلا كانت عند 2 سكند ودي 1 ودي 1.5 او 1 مثلا و2 من 10. هات لي بناء على ده قيمة مجاهيل في السيستم. يعني السيستم ده لما تيجي تجيب الترانسفير فانكشن مش هتلاقيه 2 اس زائد 25، هتلاقيه مثلا كي اس الكلام ده زائد تي. لا عندك الكي ولا عندك، خلاص بس انا اعرف اجيب منين. ما انت لما اكون مديك ده ما ده البيك تايم ودي اللي هي الماكسيموم اوفر شوت، ما الماكسيموم اوفر شوت جبت الاكزيت والبيك تايم معاك الاكزيتا جبت الاوميجا ان، ما الاوميجا ان لو ربعتها بقت التي، ولو ضربت 2 في اكزيتا في اوميجا ان طلع مين؟ الكي. الموضوع بسيط يعني مش محتاج تفاصيل او محتاج، هما دول التلات اشكال بتوع المسائل اللي بيه. السنه دي طبعا هغير يعني. مش انت عرفت دول خلاص؟ هجيب لك حاجه تبهرك. امتحان كده سي سي اي وعلى قد بقكم كده، حاجه تعجبكم ان شاء الله. النهارده هنتكلم بقى على راوس، اخر قاعده اتفقنا ان احنا راوس هي احد الطرق المستخدمه عشان اجيب الاستابيليتي بتاعه السيستم، وهي بتجيب الاستابيليتي مش من خلال ان هي بتحلل الجذور، هي من خلال ان هي بتجيب لك اماكن وقوع الجذور. خدنا الثلاث قواعد الاولانيين، النهارده ان شاء الله هناخد القاعده الرابعه، فعشان تبان هنحطها في صوره مساله، وليكن اس اس 5 زائد 2 اس اس 4 زائد 2 اس تكعيب زائد 4 اس تربيع
زائد اس زائد 2. لو فرضنا ان ده المقام بتاع الترانسفير فانكشن والمطلوب ان انا احدد تيست الاستابيليتي، فانا عايز اشوف السيستم ده هيبقى ستيبل ولا انستيبل. طبعا عشان اشوف هو ستيبل ولا انستيبل فانا لازم الاول اشوف او اجرب راوس هو اعلى اوردر اس اس 5، يبقى دي هتبقى اس اس 5 اس اس 4 اس اس 3 اس اس 2 اس اس 1 اس اس 0. اتفقنا ان اول صفين بيتم قراءتهم المساله دي اس اس 5، يبقى هاخد الكوفيشنت الفردي يبقى دي هتبقى بواحد ودي هتبقى باتنين وبعد كده واحد. اس اس 4 هاخد الكوفيشنت الزوجي يبقى 2 4 2. فيما عدا ذلك فالباقي كله بيتم استنتاجه طبقا للقيم المطلوب. هاي بجيب ده ازاي؟ دول الاساس، ده في ده 4 ناقص 4 بصفر على 2 بصفر. طيب 2 ناقص 2 بصفر على 2 بصفر، وده بطبيعة الحال بصفر ما فيش حاجة. طب دي انهي قاعدة؟ القاعدة الأولى قالت إيه؟ القاعدة الأولى قالت لو أول عمود ده ما فيش فيه تغير في الإشارة يبقى كل الجذور واقعة في الشمال والسيستم ستيبل، سواء كلهم موجب أو كلهم سالب. القاعدة الثانية قالت لو في تغير في الإشارة يبقى بعدد مرات تغير الإشارة في جذور هتقع في الرايت ويبقى الباقي في الليفت. القاعدة الثالثة قالت لو ظهر صف في أول عمود مع بقاء بقية الصف مش صفار، يعني ظهر هنا صفر بس والباقي مش صفار. طالما ظهر هنا صفر والباقي مش صفار فدي معناها إن أنت مش هتعرف تكمل، لأن لما تيجي تقسم على صفر بقت ما لا نهاية ما لا نهاية ما لا نهاية كمية غير معينة عنها مش هتعرف تكمل. فكان الحل عملنا إيه؟ قلنا استبدلنا الصفر ده بقيمة صغيرة كده اسمها إبسلون واشتغلنا المسألة، وبعد ما خلصنا رحنا حطينا الإبسلون بصفر على اعتبار إن هي خلاص دي اللي هتطلعنا. القاعدة الرابعة بقى إن لما يظهر صف كله بصفار، يعني ظهر صفر في أول عمود مع بقاء ان بقيه الصف كله قيمته بصفار. طب الحاله دي بقى ايه؟ ظهور الحاله دي معناها انك انت عندك imaginary roots، عندك جذور وقع على محور الايماجينري. هي الثلاثه اللي فاتوا قالوا يا شمال يا يمين، لكن ما فيش قاعده فيهم قالت لك ان في جذور هتقع على محور الايماجينري. واتفقنا ان معنى ان في جذور وقع على محور الايماجينري يبقى السيستم كريتيكال ما لم تكون باقي الجذور مستقر. يعني كريتيكال دي حاله وسيطه احنا مش عارفين لسه هو وضعه ايه، لكن لو بقيه الجذور وقع في الليفت خلاص يبقى السيستم كده هيميل ناحيه الاستيبل، او لو وقع في الرايت فهو يميل ناحيه ان هو يبقى انستيبل سيستم. طيب دي كده معناها ان في جذور وقع على الايماجينري، ماشي. كم واحد؟ مش عارفين. طب كم واحد يمين لسه وكم واحد شمال؟ مش عارفين. ما انت اصلا مش هتعرف تكمل التيبل. فقال ايه؟ قال لو ظهرت دي اطلع مباشره للصف اللي قبليه. لو ظهر صف بصفار بغض النظر ظهر فين اطلع مباشره للصف اللي قبليه واكتب دي كمعادله بنسميها الاوكسيلري ايكويشن، اللي هي المعادلة الوسيطة أو المؤقتة. يعني إيه؟ مش فاهم. اكتب دي كمعادلة. هي دي اس اس كام؟ كوفيشنت بكام؟ خلاص يبقى دي 2 اس اس 4 زائد هتبقى 4 اس تربيع زائد 2 بيساوي صفر. يبقى أنا طلعت للمعادلة السابقة مباشرة قريتها في صورة ايكويشن. خد بقى المعادلة دي فاضلها بالنسبه للاس، هات الماكسيمم بتاع المعادله. ما لما فاضل دي هتبقى 8 اس تكعيب ودي هتبقى 8 اس ودي هتبقى صفر، الكلام ده بيساوي صفر. لما فاضلت دي هتطلع 8 اس تكعيب ودي هتطلع 8 اس بيساوي صفر.
خد بقى الايكويشن دي وروح حطها مكان الصف اللي انت ما كنتش عارف تطلع منه قيم. بمعنى الصفر اللي ظهرت دي ما عادتش هتبقى صفر. ده الاس التكعيب الكوفيشنت بتاعها ب8 والاس الكوفيشنت بتاعها ب8 ودي بصفر. يبقى اللي حصل ان انا لما لقيت ان في صف كله بصفار يبقى في جذور ايماجيني. كام انا مش عارف لسه. طب نكمل ازاي؟ طلعت للمعادله اللي فوقيها وخدتها فضلتها، فلما تفاضل الاوردر هينزل بطبيعه الحال، فخدت الكوفيشنت الجديده حطيتها هنا وكمل عادي. 4 في 8 ب 32. 32 ناقص 16 ب 16. 16 على 8 ب 2. 16 ناقص 0 على 8 ب 2 0. صح كده؟ مع شباب؟ طيب. 16 ناقص 16 0 على 2 ب 0. 0 في 0 بكام؟ ب 0. واضح كده؟ طيب. ظهر صف تاني كله بكام؟ بصفار. بس الصف اللي ظهر كله بصفار ده فاضل كام خانه؟ مش هتفرق دي. يعني ايه مش فارقه؟ ما انا لما اضرب 2 في 0 ناقص 0 بكام؟ 0. 0 على 0؟ 0 على 0؟ ده 0؟ ده 0؟ ده دي 0؟ 0 على 0 بملا نهايه؟ صفر ناقص صفر بصفر، صفر على صفر بصفر. أو ساعات بتبقى كمية غير معينة. يا إما نكتفي بكده خلاص هي طلعت بصفار أنا مش فارقة معايا لأن دي في الخطوة اللي قبل الأخيرة. يا إما أطلع تاني للمعادلة اللي قبليها وأقرأها. هي 2 إس تربيع زائد 2 بيساوي صفر. هفاضل بالنسبة للإس هتطلع بتساوي 4 اس بيساوي 0. يبقى دي هتبقى 4 ودي 0. 8 ناقص 0 على 4 تطلع ب 2. ما فرقتش معانا كتير. دي بس لو هي اخر ايه؟ لو هي اخر خطوه. تمام كده؟ طيب. الجذور بقى اطلعها ازاي؟ اطلع الجذور بتاعتي هي ايماجينري ولا مش ايماجينري ازاي؟ تعالى بقى. هنا في جذور ايماجينري. طلع الايماجينري وبعد كده شوف لو في تغير في الاشاره والباقي وقع في الليفت. هو انا ما عنديش حاجه تقول عدد الليفت الا اذا لو كان ما فيش تغير في الاشاره. لكن لو في تغير في الاشاره بطلع اللي واقع في الرايت وبعد كده الباقي فين؟ في الليفت. طب لما حصل صف كله بصفار بطلع الايماجينري الاول وبعد كده اشوف لو في تغير في الاشاره وبعد كده الباقي. طيب هنا في كام ايماجينري؟ هو مين المعادله اللي انت فضلتها؟ لا انا فضلت 2 اس اس 4 زائد 4 اس تربيع زائد 2. خد دي حللها. شوف دي هتطلع كام ايماجينري؟ يبقى دي عدد الجذور الايماجينري وطبق الباقي. معلش يا القاعده الرابعه تبان غلسه بس هي مفيش فيها حاجه، احنا بس المشكله ان ظهر صف كله بصفار فانا رحت واخد المعادله اللي قبليها فضلتها. طيب في بقى كام واحد واقع ايماجينري؟ فقلنا خد بقى المعادله اللي انت فضلتها دي وساويها بالصفر وحللها. يعني انا لو حبيت احلل دي التحليل هيبقى كالاتي. همسح الجزء اللي فوق ده عشان ما اشيلش حاجه. يبقى هتبقى 2 اس اس 4 زائد 4 اس تربيع زائد 2 بيساوي 0. يعني اس اس 4 زائد 2 اس تربيع زائد 1 بيساوي 0. يبقى دي هتبقى اس تربيع عددين ضربهم 1 وجمعهم 2. ده دي هتبقى كومبلكس، صح كده؟ وبالتالي دي هتبقى اس تربيع هتطلع بتساوي موجب او سالب 2 موجب او سالب جذر 4 ناقص 3. الكلام ده على كام؟ على 2. ما هو دي اس اس 4
اللي هي اصلها هتجيب جذرين كمعادله اس اس 4 ماينس بي زائد او ناقص جذر بي سكوير ناقص 4 انا اسف ناقص 4 ده في ده الكلام ده مقسوم على كام؟ على 2 ما دي يا جماعه اس تربيع زائد 1 انتوا مش فاطرين ولا ايه؟ دي هتطلع اس تربيع زائد 1 وكل تربيع يعني اس تربيع زائد 1 كل تربيع يعني الاس تربيع زائد 1 بيساوي 0 يعني الاس تربيع هتساوي سالب 1 يعني الاس هتساوي موجب او سالب جي موجب او سالب جي طبعا هي تربيع فالمفروض في اربع جذور يعني في 2 جي و2 ماينس جي يبقى المعادله دي جابت كام جذر في كام جذر طلع ايماجينري لما انت حللتها أربعة يبقى المعادلة دي أو المسألة دي في أربع جذور إيماجينر في تغير في الإشارة طيب هي اس اس كام يبقى واحد في الليفت هاند سايد هو أنا حللت دي جابت كام جذر إيماجينري جابت أربعة أصلها اس تربيع زائد واحد كل تربيع هي جابت اربع جذور يعني في جذرين موجب جي وجذرين ماينس جي فالاربع جذور دولت ايماجينري يبقى من الخمسه واحد في الليفت نتيجه لعدم حدوث تغير في الاشاره طيب لو دي كانت جابت اتنين يبقى اتنين ايماجينري والباقي من الخمسه ثلاثه ويبقى في ثلاثه واقع في الليفت هاند سايد لو دي جابت اتنين وفي تغير في الاشاره يبقى في 2 ايماجينري وبعدد مرات تغير الاشاره في الرايت هاند سايد ويبقى الباقي واقع فينا يا جماعه في الليفت هاند سايد الظريف بقى اللي الناس بشوفها حلها في الامتحان ان هو مثلا لما يجي يحلل دي هو كام جذر ايماجينري في المساله دي ممكن يطلع لما هي تبقى اس اس 5 احتمالات الجذور الايماجينري اللي ممكن تطلع لما تحلل تطلع كام جذر يطلع كام خمس جذور ممكن يطلع خمس جذور ايماجينري طب اربعه بتمشي معاك طب ثلاثه ايماجينري ليه؟ ماشي شكرا طيب ثلاثه ايماجينري طب ليه؟ هو الايماجينري دايما دبل لان في واحد والكونجيجيت المرافق بتاعه فما لقيتش في الامتحان حاطط لي ايه؟ ثلاثه ايماجينري هي جت منين اصلا؟ طبعا اصفار ثلاثة ايماجينري لا انت عارف تحكم ولا انت عارف رياضة يبقى ارجع خدهم من اول وجديد تمام يا شباب فالايماجينري معروف ان هما دبل لان في له واحد والكونجيجيت بتاعه الموضوع ده صعب ناخد مسألة تانية يعني ما هي المعادلة التانية دي لو جيت تحللها هتلاقيها هي دي ما انت لما تيجي تقسم على اتنين هتطلع اس تربيع زائد واحد بيساوي كام؟ اللي هم الجذرين اللي طلعوا من هنا اصلا. ما دي طلعت اربع جذور اللي هم اتنين هنا واتنين هنا. حد عنده اي استفسار يا شباب؟ استكعيب مسألة تانية خلاص يبقى هي اس اس 3 اس اس 2 اس اس 1 اس اس 0 كوفيشنت الاس تكعيب 1 6 5 30 5 في 6 ب 30 ناقص 30 بصفر على 5 بصفر صفر تمام لو جيت تكمل او ما نطلع اجيب المعادله اللي فوق اللي هي كام اللي هي 5 اس تربيع زائد 30 اس الكلام ده سوري زائد 30 الكلام ده بيساوي صفر هروح افاضلها
هتطلع 10 اس الكلام ده بيساوي صفر. 10 اس يبقى ده هيبقى 10 وده هيبقى صفر. 30 في 10 ناقص صفر ناقص صفر على 10 يطلع ب 30. موجب 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 ما عنديش تغير في الاشاره، بس انا مش عارف في كام imaginary، بس هي طالما فيها اس تكعيب اس تكعيب يبقى احتمالات الimaginary كام؟ يا 2 يا ما فيش. بس نتيجه لانك فضلت فاكيد فيها، ودي هتظهر دي 30 اللي هي اس تربيع زائد 5، هتودي الخمسة الناحية التانية تطلع بسالب 5، يعني القصة تطلع بموجب أو سالب جي جذر 5، يعني أكيد دي هتطلع لي جذرين imaginary من 3 ومفيش تغير في الإشارة، يبقى في واحد هيبقى واقع في الليفت هاند سايد، يبقى السيستم بتاعي هيبقى ستيبل. هي لو اس 5 ممكن 2 أو 4 أو مفيش؟ طالما حصل طالما كان صف كله بصفار يبقى فيه imaginary، على الأقل عندك 2. انا بقى مش عارف هما 2 ولا 4، فحللت هنا ما كانش داعي ان انا احلل، هو اتظهر صف كله بصفار يبقى على الاقل في 2، هي اصلا اس تكعيب يبقى في 2 imaginary والتاني واقع في الليفت هاند سايد. ده بسالب 1 يبقى في تغير في الاشاره مره، يبقى كده هيبقى في 2 imaginary وتغير مره، يبقى في واحد رايت وما عندناش في الليفت. حد عنده استفسار يا جماعه؟ نبدأ بقى في الشابتر الأخير. حاسين بحاجة؟ اتكلم بقى على شابتر 7 الروت لوكس. أنا مش هشرح الروت لوكس بالتفصيل وأصلا ما فيش وقت، والروت لوكس بيعتبر هو الاكستند للكورس، ولكن انا هديك بس الاساس او الومضات بتاعته او اللي يربط الفيزيكال مينينج بتاع الكورس بتاعنا ده. ايه الروت لوكس؟ احنا اتفقنا من شويه انك انت عشان تشوف اصلا هل السيستم ده ستيبل ولا انستيبل، فاحنا كنا بنعتمد ان احنا بنجيب الترانسفير فانكشن وبناخد المقام بتاع الترانسفير فانكشن ده بنبدا نحلله ونشوف الجذور واقعه فين، واتفقنا ان المحور بتاعي لو ده الريال وده الايماجينري، واتفقنا ليه ريال وايماجينري؟ لان وارد لما تيجي تحلل الجذور اللي هنا تطلع ريال وايماجينري ما تحللش. فاتفقنا ان الجذور لو كلها واقعه في الليفت هاند سايد فالسيستم في الحاله دي ستيبل، لو احد الجذور واقع في الرايت هاند سايد فالسيستم انستيبل، لو كل الجذور واقعه في او على الايماجينري فالسيستم في الحاله دي كريتيكال، لكن لو الجذور ميكسنج بقى 4 imaginary وواحد ستيبل، فالستيبل بيميل السيستم ناحيه الاستابيليتي شويه، صحيح الاستابيليتي بتاعته على حسب الحاله بتاعته. وده ايدنا كمان او اكد الكلام ده التايم ريسبونس، لما جينا رسمنا التايم ريسبونس وشفنا فعلا مواقع الجذور طلعت فين، وقلنا فعلا السيستم اندر دامبد واوفر وكريتيكال وهكذا. طيب راوس لما جه حلل السيستم طلع بجزء ظريف، قال ايه؟ قال ان انا مش هعرف احلل لك المقام، لكن هعرف اقول لك اماكن الجذور فين، هو الجذور في كام واحد هنا وكم واحد هنا وكم واحد هنا. ده حلو جدا، وانت كده سيادتك استشفيت هو بناء على اماكن الجذور هو السيستم ده ستيبل ولا انستيبل. ولكن المشكله اللي موجوده هو الجذر ده لما يكون هنا في الليفت هاند سايد، هو لما يكون هنا افضل ولا لما يكون هنا؟ هو راوس ما قالش، هو راوس قال لك الليفت هاند سايد. حتى لما جينا نحلل المقام وجبنا مكان الجذور، فانا مش عارف الجذر هنا احسن ولا هنا احسن. طب هل الجذر في الليفت هنا احسن ولا فوق احسن؟ هل السيستم الاداء بتاعه البرفورمانس لو الجذر ده اتغير هنا او هنا اداؤه افضل ولا اداؤه اسوأ؟ طب هل الجذر هنا السيستم انستيبل؟ طب لما يجي يمين اكتر الانستابيليتي بتزيد ولا بتقل؟ طب لما يطلع لفوق؟ جم قال لك عشان نحدد بالظبط اداء المنظومه بتاعه السيستم خلينا نعرف بالظبط تاثير اماكن الجذور دي فرقت فيه، ودي اللي احنا بنسميها الروت لوكس.
فجابوها بشكل ظريف، قال انك انت حتى فراوس لما استخدمنا وكانت المعادله مثلا اس اس 5 زائد 4 اس تكعيب مش عارف زائد 2 اس تربيع مثلا زائد 3 كي مضروبه في اس زائد 5 كي بيساوي صفر. دي مساله خدنا شبهها المحاضره اللي فاتت، وقلنا المساله دي لو انا حبيت اعمل تيست للاستابيليتي باستخدام راوس فناخد اس اس 4 3 2 1 0 وابدا اشتغل واشوف هل في تغير في الاشاره ولا لا على حسب القواعد الاربعه اللي احنا خدناها. ايوه بس المشكله عندك ان في هنا فاكتور اسمه كي، فالمساله بتتقلب مش انك انت عايز تجيب الاستابيليتي، المساله بتتقلب ان قيمه الكي دي اللي تخلي لك السيستم ستيبل كامل. لان اول عمود لما سيتك هتجيبه هيبقى مثلا هنا 1 وهنا مثلا 4 وهنا مثلا 3 كي زائد 2 وهنا 6 كي تربيع زائد 4 كي زائد 5 مش عارف على كام وكام. فاصبح السيستم ده عشان يبقى ستيبل انت اصلا ما انتش عارف هو ستيبل ولا انستيبل، فاصبح المجهول عندك هو الكي اللي انت لو جبت قيمته فانت حددت السيستم ده هيبقى ستيبل امتى. مش الكلام ده اللي قلناه المره اللي فاتت؟ الظريف ايه بقى؟ ان ده مقام الترانسفير فانكشن المفروض لو انا حللته يديني خمس جذور اروح اوقعهم هنا. هو انت لما تحط الكي بصفر وجيت تحل المسألة دي هيدي جذور؟ هيدي كام جذر؟ خمسة؟ لهم مكان على حسب التحليل. طب رجعنا حطينا كيب واحد، دي بدل ما كانتش موجودة ودي ما كانتش موجودة دي أصبحت عبارة عن 4 اس زائد 5، ده جذور تانية خالص. هما نفس السيستم بخمس جذور بس مكانهم اتغير. طب حط الكيب 2، طب حط الكيب 3، حط الكيب 4، حط لنا الكيب ما لا نهايه. فاصبح كل ما الفاكتور اللي اسمه كي ده بيتغير وتيجي تحل المساله تلاقي الجذور مالها مكانها اتغير. الجذر اللي كان هنا لما حطيت الكيب 1 بقى هنا، لما حطيت الكي 2 وجيت تحلل بقت قيمته هنا، بقت قيمته هنا، بقت قيمته هنا، بقت قيمته هنا. فقال خلاص احنا هنجيب كل جذور المسألة بس هنخلي الكي ده نغيره من صفر الى ما لا نهاية واشوف الجذر ده مكانه هيتغير ازاي نتيجة لتغير الكي. فلقيت ان الجذر ده لقيته بيمشي كده كي من صفر لما لا نهاية، لقيت الجذر ده بيتحرك كده، لقيت الجذر ده بيروح بالشكل ده، ولقيت الجذر ده مثلا رايح في القيمة الفلانية. فلقيت ان الجذور دي اماكنها بتختلف مع تغير قيمة مين؟ قال له خلاص خلينا نطلع حاجة اسمها الروت لوكس، مكان الجذر. فمكان الجذر بتاع السيستم ده هيتغير نتيجة لتغير الفاكتور اللي اسمه. طب هو الجذر ده لما قيمته او مكانه بيتغير هيأثر في ايه؟ اصل ممكن كان في جذر هنا فالسيستم كان انستيبل، بس لما قعدنا نزود في الكي 5 6 7 8 لما زودنا على الكي عن ليميت معين فالجذر ده راح في الليفت هاند سايد في السيستم بقى ده كويس جدا. ده بدل ما السيستم ده انت كنت هتشتغل عليه كده ان السيستم ده انستيبل، فانا لقيت ان انا لو زودت الكي شويه دي فالسيستم بقى ستيبل. طب الكي دي اللي هي ايه؟ الكي دي فاكتور مرتبطه بالماكين، قد يكون معامل تكبير امبليفاير زي ما احنا خدنا، قد يكون خام التصنيع انت بتصنع وعايز تعرف مثلا السكنس بتاع ماتيريال فقد يكون الكي دي هو السكنس بتاع الماتيريال كم ملي، قد يكون في عندك بويلر موجوده والكي دي فاكتور في الارتفاع بتاعها، قد يكون خامة التصنيع نفسها انت عايز الكي دي عايزها معدن ولا عايزها فايبر، فلقينا لما حطيناها فايبر الكي بصفر فايبر فلقيناها ان السيستم انستيبل هتتكسر على طول، فلقينا لما بقت فايبر طب خليها فايبر مثقل، طب خليها معدن، طب خليها مش عارف صاج، طب خليها حديد، طب خليها نيكل، طب خليها ستانلس. فلقينا لما حطينا ستانلس الكي بتقابل الستانلس فالجذور جت خلاص، لما تيجي تصنع الماكينة دي صنعها من الستانلس. فهمت المنظومة شغالة ازاي؟ طيب ده كويس جدا. طيب الجذر ده اتحرك هنا، هل وجوده هنا يكفي افضل ولا انك تروح افضل في الشمال؟
خلينا بقى ناخد الرسمة المهمة دي، تأثير مكان الجذر على الريسبونس السيستم. السيستم ده أداؤه هيختلف ازاي مع اختلاف أماكن الجذور. حد عنده استفسار يا جماعة؟ الريحة الجديدة عندك كنترول 2، هتاخد بقى الروت لوكس والحاجات دي. ده لو عديت من كنترول واحد بالسلامة يعني. طيب ركز معايا عشان الموضوع مهم كاستفادة علمية. هل الجذر هنا افضل ولا الجذر هنا افضل؟ كل ما الجذور بتقع في الليفت هاند سايد فالسيستم ستيبل، لكن كل ما الجذور بتقع في المور ليفت يعني بعدت اكتر فالسيستم بقى مور ستيبل، السيستم بقى اكثر ستابيليتي ولكنه ابطا. ببساطه كده، العربية بتاعتك اللي انت راكبها بفرض ان احنا جبنا الجذور بتاعت الترانسفير فانكشن بتاعت الهيصة دي كلها، فجذر كان واقع هنا، انت ماشي في امان الله وفجأة رحت دايس على زلطة، فالزلطة راحت رفع العربية شوية، فمركز الثقل بتاع العربية هيتغير مع الوزن اللي انت حطه مع الترانسفير فانكشن، وفرضنا ان الكي دي مرتبطه بوزن بمركز الثقل، ففجاه الجذر ده بدل ما كان هنا راح منقول هنا نتيجه للقلبه دي، نتيجه لان الجذر ده كان قريب قوي فمع اي ديستربنس ايه اللي حصل؟ راح منقول هنا. طب ايه اللي حصل؟ انستيب، يا دوبك انت لسه دايس على الفرده بتاعت على الزلطه العربيه بقت انستيبل، ده مثال يعني، العربية بقت انستيبل فجأة، انت ما عنتش عارف تحكم العربية، فجأة العربية مالت قوي وانت مش عارف وعمال تجيب يمين وشمال، هوب راحت العربية مقلوب، او العربية راحت عايمة وقعدت تلف حوالين نفسها. ليه؟ النتيجة ان السيستم بقى ماله انستيبل. اللي خلاه انستيبل ايه؟ ان الجذور بتاعتك مالها قريبة قوي من النيجاتيف او من المحور، فاي ديستربنس صغير، ما هو الكي لما بتتغير هيغير لك في مكان مين؟ في مكان الجذر. طب هو اداء السيستم هنا كان ايه؟ السيستم هنا كله ريال، يعني اس بتساوي سالب 5، يعني كان اصلها 1 على اس زائد 5، فلما تيجي تترسم هتطلع كده. ما عنديش اوسيليشن، مش دي اصلها 1 على اس زائد 2، ما انا بجيب مقام الترانسفير فانكشن، فواحد على اس زائد 2 يعني الاس بكام؟ بسالب 2. اللابلس انفرس بتاعها بكام؟ اي اس سالب 2 تي اكسبوننشال، اي اس صفر بواحد، اي اس سالب ما لا نهايه بصفر اكسبوننشال صريح، وبالتالي الريسبونس بتاعها ما فيش فيه اوسيليشن. طب لما تيجي هنا، لما توصل لهنا دي هتبقى 1 على اس زائد 200، هتبقى اي اس سالب 200 تي، اي اس سالب 200 تي، ده السيستم هنا ابطا بكتير، ده السيستم هنا هيبقى طالع كده. كل ما تبعد السيستم ماله بيبطئ، ودي معناها ان الدامبنج بيزيد. طول ما انت شغال على المحور ده فانت اوفر دامبد، مفيش اوسيليشن، ولو جيت اجيب الاكزيتا فالاكزيتا مالها؟ ده الاكزيتا بتزيد،
صحيح الديكي هيبقى اسرع لان اي اس سالب 200 تي اي اس 0 ب 1 الديكي اسرع، لكن الكارسبونس السيستم السيستم هيبقى ابطا. ما هو الاكزيتا دي مش انت اللي بتغير، هي الاكزيتا دي جايه نتيجه لمين؟ ان انت الا اذا كانت الاكزيتا دي بدل ما هي 5 في الاس كانت كيف اس، فاصبح الكي دي كل ما قيمتها بتتغير كل ما الاكزيتا مالها هتتغير والجذر مكانه هيتغير. هي ده في حاله ان انا مصنع حاجه ده انا لسه ما صنعتش. هو عاده التصنيع بيتم ازاي؟ احنا الاول بنتخيل ماكينه ونبدا نعمل لها تصميم على الورق، وبعد كده ننقل التصميم ده الى حيز سوليد وورك وبرامج والكلام ده كله، وابدا اعمل بقى ستريس اناليسيز وستابيليتي وهي على الورق. مفيش منطق يقول انك بعد ما تصنع عربيه بنص مليون جنيه ده بايظه، ده مش منطق. لكن المنطق يقول انك انت قبل ما توصل لمرحله التصنيع انك انت خدت على الورق كافه الاحتمالات مالها والستريس اناليسيز والمعادلات وكل حاجه ظبطتها، خلاص بقى صنع هديك في النهايه المنتج عشان تبدا تصنعه. فده كله قبل ما تقوم بعمليه اصلا التصنيع. طيب هل لو الجذر هنا الحاله ايه؟ هو معنى ان في جذر هنا يعني اكيد في واحد هنا، ما هو الايماجينري لازم يبقوا اتنين، بس وجود واحد هنا معناها انك انت لما جيت تحلل المقام ما ادانيش اكسبوننشال، اداني ان المعادله ما تتحللش. يعني ايه المعادله ما تتحللش؟ يعني المعادله مثلا اس تربيع ما اعرفش مثلا زائد 5 اس زائد 1، فالمعادله دي ما اتحللتش. فلما تكون المعادله ما بتتحللش ايه اللي بيحصل؟ بتبقى اكمال مربع، واكمال مربع بتقلب ساين او كوزاين. ساين او كوزاين معناها ان السيستم ده لما طلع لفوق اصبح بيعاني من وجود اوسيليشنز، بس الاوسيليشنز دي هتنتهي بعد فتره. ليه هتنتهي بعد فتره؟ لان ده مضروب في اكسبوننشال، والاكسبوننشال بتعمل ديكي فيطلع كده. ده اللي هو الاوفر دامبد ولا الاندر ولا ده الاندر دامبد. يبقى طول ما انت شغال على المحور الافقي فانت اوفر، بدات تطلع لفوق حتى لو هنا في اوسيليشن تمام كده، بس في لسه لازال نسبه اخماد لانك موجود شمال. طب لو هنا هو لو هنا هي زي دي، بس اختلاف ان انت طلعت فوق اكتر. خلي بالك كل ما بتطلع لفوق الدامبنج بيقل، ما هو الدامبنج بيزيد 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 لحد ما زاد هنا عن الواحد، فبقى ما فيش فالاخماد بقى عالي. فالاكزيتا هنا سيب واحد 9 من 10 8 من 10 7 من 10 6 من 10 5 من 10، يبقى الاخماد هنا. يبقى السيستم في الحاله دي بيعاني من اوسيليشنز عاليه، وهذه الاوسيليشنز هتاخد وقت كبير على بال ما تستقر لان فوق الاخماد قليل، كل ما هتطلع فوق الاخماد، بس لا زال ان السيستم استيبل. ليه؟ ما انت في الليفت هاند سايد فدوما السيستم هيطلع ستيب. ايه الفرق بين ده وده؟ ده حصل له اخماد بسرعه، بينما ده ايه اللي حصل له؟ ده الاخماد بطيء لان الاوسيليشنز اعلى، فالاكزيتا هنا 2 من 10 مثلا، هنا الاكزيتا بنص. طيب حصل ان الجذور جت هنا ماشي، هو لو الجذور جت هنا اصلها ايه؟ اصلها واحد على اس تربيع زائد 5، مفيش فيها ريال. ما اس تربيع زائد 5 لما تيجي تحللها تطلع بكام؟ موجب او سالب جي جذر 5، موجب او سالب جي جذر 5. ما عندكش اكسبوننشال،
ده دي ساين صريح. ساين صريحة يعني ايه؟ يعني دي لما اجي ارسمها ده طالعة ساين صريح. ده لا تنتهي. ودي الحالة اللي احنا بنسميها ان السيستم في الحالة دي ماله؟ كريتيكال. كريتيكال ليه؟ ما هو فعلا هنا اوسيليشنز مش قادر تعمل لها اخماد لان السيستم توقف هنا، وبالتالي الاوسيليشنز دي هتفضل موجودة. الكلام ده صعب. طب ايه الفرق ما بين جذر هنا وجذر تحت خالص هنا؟ الاوسيليشنز هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد. اهي اتفضل. ما بدأناش لسه. السلام عليكم الله ورحمة. معايا شباب؟ فكل ما هتبدأ تبعد عن المحور الأفقي الأوسيليشنز هتزيد. طيب الجذر هنا والجذر هنا، الجذر هنا هيبقى اكسبوننشال، بس اكسبوننشال مش زي ده، دي واحد على اس ناقص ايه. لما نيجي اس ناقص ايه، اس ناقص 2 تطلع بي اس 2 تي، اي اس 0 بواحد، اي اس ما لا نهايه، ده طالع كده. ده السيستم الريسبونس هيبقى كده. ده انت كل ما تشغل الغلايه وانت كان عندك امل ان درجه الحراره هتوصل زي المشروع كده اللي انت عامله، العربيه هتوصل ل 2 سم او 5 سم وتقف، فاحنا عمالين نشوف العربيه وصلت ل 3 سم، ماشي 2 سم، نص سم، ربع سم، وراحت خابطه فين؟ خابطه في الحيط. ما وقفتش ليه ولا السيستم استقر؟ اصل السيستم ماله؟ انستيو. طيب لما الجذر ده يبعد اكتر فالسيستم هيبقى اسرع. انت رايح في سملح، انت داخل على الشجره خلاص، لان ليه اس 200 تي اسرع في القيمه من اللي. طيب لو الجذر هنا هو الجذر هنا طالما فوق يبقى فيه اوسيليشن. انت يمين ولا شمال؟ يمين. طالما يمين يبقى انت مش هتوصل، لازم تبقى شمال. طالما انت يمين يبقى السيستم هيعاني من اوسيليشن، والاوسيليشن دي مع الوقت بتزيد. مفيش اخماد والسيستم انستيبل فالدنيا بايظه. طب لما يبقى هنا تجيت يمين اكتر، ماشي طلعت اكتر، يبقى السيستم ده هيعاني من اوسيليشنز اعلى من اللي موجود. هتزيد كامبليتيودز ولن تنتهي، ده بتزيد مع الوقت. دي ساين ما بتزيدش، دي زادت ليه؟ اقول دي زادت لان احنا لما جينا نحلل دي طلعت واحد على اس زائد 2 كل تربيع زائد 25. دي ساين مش شفتها مثلا، مضروبه في اي اس كام؟ 2 تي. الاي اس 2 تي طالعه ازاي؟ طالعه زي دول. يبقى الاكسبوننشال بتاعك مع الوقت ماله؟ بيزيد. ده اللي حصل. واضح يا شباب؟ يبقى انت من الافضل السيستم يبقى فين؟ مش شمال بس، ده شمال وعلى المحور الافقي. بس طبعا ده مش حاجه انت بتعملها بمزاجك، ده على حسب طبيعه البروسيس والترانسفير فانكشن بتاعتها. فممكن بطبيعه الحال الجذور تبقى هنا،
بس لو الجذور بدأت تبقى هنا فانت عارف ان السيستم هيستقر بعد فترة معينة. يجي بقى من خلال تغير قيمة الكي، لا يا عم الجذر اللي حالته صعبة دي هتهولنا شمال شوية، او الجذر ده حتى حطهولنا إيماجينري وبتاع الإيماجينري ده هتهولنا شمال شوية. وبدأ هنا مفهوم الروت لوكس ان كل ما بتزود قيمة الكي الجذور دي مكانها ونتيجة لتغير مكانها فرسبونس السيستم ماله شباب هيبدأ يتغير. كنت جبت دي في امتحان في سنة قلت لهم ايه؟ فين المنطقة هنا اللي فيها الاوفر دامبل؟ امتى السيستم هنا اوفر دامبل؟ امتى يبقى كريتيكال دامبل؟ ده كريتيكال ستيبل، ده اندامبت، ده الاكزيتا بصفر، ده اندامبت. الكريتيكال دامبت اللي هي الاكزيتا فيها بواحد، اللي هو انت على شفا ما بين الاخماد وعدم الاخماد، لكن دي انت على شفا ما بين الستيبل وعدم الاستابيليتي. في فرق ما بين كريتيكال ستيبل وكريتيكال دامبت. كريتيكال ستيبل يعني انت هتقلب ما بين السيستم ستيبل وان ستيبل، بينما كريتيكال دامبد انت هتقلب من السيستم ده لده. الكريتيكال دامبد هتظهر امتى؟ لما الجذور تبقى فوق بعض. يعني انت جات اس تربيع جيت تجيب الجذور لقيتهم فوق بعض، مش ده الكريتيكال؟ اللي هو لما جينا نحلل لقينا جذرين في نفس المكان وجينا نرسمها، فالكريتيكال دامبد هو حاله ان تكون الجذور فوق بعض. ولا زلت على المحور الافقي، طول ما انت بتبعد فالاخماد كويس السيستم ابطا شويه، كل ما تطلع لفوق الاخماد بيقل السيستم بقى اندر دامبد، وبالتالي فتبدا الاوسيليشن تزيد. على المحور الرأسي ده الاندامبت، ده الاكزيتا بصفر اندامبت، ما احنا ما عندناش حد الاس 2 اكزيتا اوميجا ان اس دي مش موجود، الاكزيتا بصفر فالسيستم اندامبت فما فيش اخماد، فالسيستم بيعاني من وجود ايه؟ اوسيليشن لا تخمد. بينما السيستم في الحاله دي ده بقى ما عندناش حاجه اسمها اندر واوفر، احنا بنتكلم على السيستم الستيبل، هنا السيستم هيعاني من اوسيليشن والاوسيليشن دي مع الوقت بتزيد. كريتيكال ستيبل مش كريتيكال دامبت. لا دي ان دامبت على الخط، ان دامبت. كريتيكال ستيبل ان دامبت. كريتيكال ستيبل وان دامبت. ان دامبت ليه؟ الاكزيتا بصفر، الكوفيشنت مش موجود، الاوميجا ان موجوده بس الاكزيتا بصفر، فالاوسيليشن بتظهر ما بتخمدش. وايدها اللابلس انفيرسل دي ان هي ساين صريحه مش مضروبه في حاجه. اتمنى يكون الكورس يعني الى حد ما استفدت منه ان شاء الله. باذن الله احنا كده الحمد لله خلصنا، هنمتحن الكويزن دلوقتي، اتفقنا الثلاث الجاي ان شاء الله في نفس المكان هنا هنناقش المشروع، كل ناس على حسب المجموعه على اساس بس ما يبقاش العدد كتير مره. الشباب هيجوا معاهم الورق سواء كانت دوكيومنتيشن اتفقنا عليها، هتتسال في كل حاجه، مقاومة دي قيمتها كام؟ ومتوصلة ازاي؟ وجايبها منين؟ وبكام؟ هتسأل في كل حاجة، لأن هو عليه 20 درجة. بمجرد ساعتك أنت فاهم الدايرة كويس ووصلت وعارف دي رايحة فين وجاية منين والكلام ده كله، فخلاص دي بتاخد ال 20 درجة ما بنتبحكش يعني. 20 درجة مع 5 كويز فات وخمسة النهاردة رايحين، يبقوا كده كام؟ أدي 30، وقلنا في 20 ميد ترم 50، وناخد 10 من الاداء بتاع السكاشن او بتاع، ويبقى كده ال 60 درجه اللي احنا قلنا عليهم اللي احنا في الاخر هنرصدهم من كام؟ 50. ال 10 الناس اللي بتسال، ال 10 الاوفر دي هتتوزع على الكل، يعني انا في النهايه هجمع كل دولت واقوم رصدهم، ما لم تزيد عن 50 فانت هتتحط درجتك. يعني انت جايب 45 من 60 هتبقى في النهايه كام؟ 45 من 50. جايب 40 من 60 هتبقى 40 من 50، طبعا جايب 52 و53 ليميت لحد كام؟ لحد ال 50. حد عنده اي استفسار؟ اشوفكم على خير بقى.